تحديات سهلة. احنا في أزمة كبيرة، يعني الأوراش كما كتحسب ولا كتعد عندنا. اولا نتبعوا داك الاوراش اللي كانت عندنا في الاول، ديك التحديات اللي كنا متبعينهم غادي نتبعوهم دابا، اللي كنا تنشتغلوا عليهم غادي نتبعوهم مازال. ولكن التحدي الاكبر تحدي اللي عندنا هو ديال الازمه، نتغلبوا على الازمه، نصيبوا حل لهذه الازمه ديال القطاع. غادي نشتغلوا جميعا، والشغل ما غادي يكون الا جماعي، ما كاينش شي حاجه اللي كتكون ديال انسان واحد. كاينه يمكن كاين سميه ديال رئيس ولا رئيسه، ولكن الشغل جماعي. شنو التحديات ايضا نتوما كناشئين في ارساء المجلس الاعلى للصحافه؟ شنو الدور ديالكم اللي تقدروا تلعبوا؟ احنا شفتي التعديل اللي درنا، كاين التنسيق. الرئيس عنده مهمه ديال التنسيق مع مجلس الصحفي الوطني للصحافه، ولكن احنا في المجلس الوطني للصحافه ممثلين الناشرين كلهم عندنا من الفيدراليه، ما كاينش مشكل لا ديال التنسيق ولا ديال الشغل مع المجلس. كيفاش اليوم تشوفوا التحول الرقمي للصحافه؟ واش خاصه ان دخلوا معكم اعضاء كثر من الصحافه الرقميه، كيفاش تشوفوا التحول الرقمي؟ كيفاش تتوجدوا ليه نتوما؟ مرحبا بهم. يعني هذا ما غاديش حتى شي واحد ما غادي يمشي ضد لا الزمان ولا التغيير ولا. مرحبا بهم، وما خصش تكون شي حد بين الرقمي وبين الورقي، حنا متكاملين، والورقي حتى هو عنده الرقمي، وغادي تشتغلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش انا قلت لك تنتكلموا على قطاع، ما كنتكلموش على خصوصيات ديال الورقي ولا ديال الرقمي. قطاع كله في أزمة، واللي خصنا حنا وهو نزيدوا القدام بهذا القطاع هذا، ونحسنوا وتحسن المضمون. هذه الصحافة هذه هي اللي خصها، هذا الشيء اللي كنا كنشتغلوا عليه من زمان، حتى حاجة ما غادي نخترعها لا أنا ولا المكتب الجديد. الناس اللي كانوا، اللي الناس اللي كتشوف دابا كلهم هما اللي كانوا، هما اللي كيشتغلوا، هما اللي تهمهم هذا الامر ديال الاوراش اللي حنا اليوم ولا بد من نشتغلوا فيها الا بغينا هذا القطاع هذا يبقى على قيد الحياه الى قدر الى سمحتي لي بهذه العباره. شكرا جزيلا. شكرا. مبروك. عندي كلمة ما نساوش سي نور الدين مفتاح. الولاية من بعد الولاية ديال سي نور الدين مفتاح غتكون صعيبة، أنه تبارك الله ماشي ساهل اللي دار معنا هذه كلمة. سمح لي أنا كنت غير تنخمم غير الناس اللي خصهم يمشيو، ولكن سي نور الدين مفتاح تنشكرو على اللي دار كله وعلى المجهود. باقي معنا، باقي غادي تقاسي ما كاين حتى شي حاجه اللي تغيرت تبارك الله على الجميع، ومرحبا بالجميع. مرحبا بالناس الجدد، الوجوه الجدد، مرحبا بالناس اللي جاوا يقويوا هذا المكتب. الى اللقاء ان شاء الله في القريب. شكرا.